مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من ناس من بلدنا. بنأكد دايما بقولها في كل حلقة إن برنامجنا مش مجرد برنامج تلفزيوني، برنامجنا دعوة للسعادة، برنامجنا رسالة سلام لكل الإنسانية في مصر المحروسة وكل من يتحدث العربية في العالم أجمع. دي رسالة ناس من بلدنا. عودناكم ان في بداية الحلقة بنتكلم عن اهم الاحداث والترندات اللي بيسموها البعض في خلال الاسبوع اللي فات، هرج ومرج بسبب قصة كورونا، البعض ساخر، البعض مش واثق في امكانيات الدولة المصرية اللي بيشيد بها العالم اجمع. والدليل على كده سفر وزيرة الصحة الى دولة الصين، الناس بتهرب من الصين، احنا فدائيين. الوزيرة سافرت للصين علشان نشوف الدنيا ماشية ازاي ويبقى في بروتوكول وفي تعاون مشترك ونشوف الاسباب والمسببات وطرق الوقاية. محدش يقدر ينكر قوة الصين في التكنولوجيا كمان، فان الوزيرة تسافر الصين يبقى لازم يكون في اكيد اخبار كويسة ودي اللي هتكشف عنها الفترة اللي جاية. طب الوزيرة جات النهاردة الصبح، وطبعا زيها زي اي مواطن عادي جاي من الصين في اجراءات وفحص وي وي وي، وبعد كده في الحجر الصحي مش عارف كام يوم، الاجراءات اللي هي العالم كله بيتبعها. هي مش كيمياء، الموضوع سهل والموضوع بسيط، لكن احنا كمصريين احنا شعب جميل، شعب يبني نكتة. الشفرة المصرية دي بنتميز بيها في العالم كله، الدنيا واقفة في العالم يقول لك مفيش خروج من البيوت، مفيش، واحنا يقول لك المصريين مفيش مشكلة. احنا المصريين، وعاوز اقول لكم حاجة والله قلتها قبل كده، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز القرآن الكريم ادخلوا مصر آمنين، ادخلوها آمنين، انا هقول لكم اللي ربنا يأمنه ما يقلقش من اي مخلوق كان، لكن طبعا فرصة ان احنا نتبع اجراءات الوقاية الصح، فرصة ان احنا العادات الخاطئة اللي احنا بنمارسها، الاحضان والقبلات والبوس ومش عارفه ايه، لا نخف بقى ونخاف على نفسينا ونخاف على ولادنا، علشان خاطر الموضوع سهل. الفيروس ايا كان مرعب، لكن صدقوني والله الموضوع بسيط، ما هواش يعني وصل لدرجة الوباء والحمد لله. ده بس اللي حبيت اقوله لكم، الهرج والمرج بتاع الاسبوع اللي فات وكلام في الكويت وكلام في السعودية وي وي وبتاع، لكن في النهاية هو صحيح مرض، هو فيروس وبينتشر، لكن احنا كمصريين ربنا بيلهمنا وربنا بيدينا القوة والطاقة. الموضوع سهل وبسيط، ربنا حافظ بلدنا. كمان من المواضيع المهمة جدا النهاردة وبكرة عاوز اقول لكم مباريات العودة في دوري ابطال افريقيا، يعني الزمالك النهاردة الساعة 9 بتوقيت القاهرة هيقابل الترجي التونسي. المباراة الاولى انتهت في القاهرة 3-1، دي مباراة العودة. الاهلي كمان عنده بكرة ماتش العودة قدام سان داونز، الاهلي فاز في الجولة الاولى 2-0. يا ترى الدنيا رايحة فين؟ فرص الاندية المصرية الاهلي والزمالك، كارتيرون حط الخطة المناسبة بتاعته، اختار اللعيبة اللي هيقوموا بالدور ده، قدام منه فايلر الناحية التانية مظبط الدنيا، ابرز الغيابات ايه اللي هيحصل. احنا طبعا في ناس من بلدنا بنتمنى الفوز للزمالك والاهلي، علشان نتمنى النهائي يكون مصري خالص حتى نضمن الكأس والبطولة مصرية. ودي مش اول مرة، الاهلي والزمالك معروفين في افريقيا وليهم باع طويل جدا، ده حدث رياضي مهم جدا، لازم احنا في ناس من بلدنا نسلط عليه الضوء علشان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي واللي بتشوفنا دلوقتي يقولوا البرنامج ده بيناقش اهتماماتنا. الموضوع طيب، اظن مفيش افضل من الكابتن رضا عبد العال انه يتكلم على استعدادات الزمالك والاهلي لمباريات العوده. كابتن رضا مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟
منورنا في ناس من بلدنا يا كابتن. ربنا يبارك لك، منور بيك، جميل عليك. جوارديولا الغلابة والساحر، وألقاب كتيرة جدا جدا أطلقت على كابتن رضا عبد العال، يا ترى أقرب الألقاب دي لقلب حضرتك إيه؟ والله يا رضا عبد العال دي احسن لقب. طيب كابتن رضا، أنت عارف إن الزمالك النهارده هيقابل الترجي في التاسعة بتوقيت القاهرة، وبكرة إن شاء الله الأهلي هيقابل سان داونز في مباراة العودة. شاف حضرتك برؤية الخبير استعدادات الفريقين، أبرز الغيابات، فرص الزمالك والأهلي إيه يا كابتن؟ بص، هو يعني بمنتهى الشفافية الزمالك والأهلي إن شاء الله بأمر الله الاتنين هيوصلوا. إن شاء الله. الاتنين عارفين إن هم عندهم مباراة صعبة، وهو ده اللي مطمنك جدا، لأن هم متحملين المسؤولية، بدليل إن الأهلي ونادي الزمالك راحوا بدري إن هم ياخدوا حسية الملعب وحسية الجماهير، وإن هم مركزين جامد أوي، إن شاء الله بأمر الله الاتنين يعدوا الدور ده، لان هما قطعوا الماتش الاولاني شوط كبير سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي. انا شايف ان هو الفرقه، لا الترجي يخوف ولا صن داونز يخوف، هو اللي يخوف ضغط الجماهير على الحكام اللي هم ممكن يلعبوا لعبتهم. غير كده الفرقتين اقل ما احنا عرفناهم وشفناهم المواسم اللي فاتت. ده كلام مهم جدا من خبير كروي ولاعب ليه باع طويل جدا بقيمة وحجم كابتن رضا عبد العال. أكيد الأحداث دي بتخلي حضرتك يعني كده تفتكر ذكريات جميلة ليك في ملاعب أفريقيا كده يا كابتن. حابب أعرف من حضرتك يعني أطرف المواقف وأصعب المواقف اللي مريت بيها في ملاعب أفريقيا. هو أصعب المواقف طبعا ماتش اللي هو كان مصر وزيمبابوي اللي احنا كسبناه هنا، واتعاد عشان الطوبة، عشان الطوبة. واتعاد في فرنسا وتعادلنا 0-0. تمام. فده برضو عشان الاتحاد الأفريقي ساعتها يعني كان إلى حد ما موالي مع فريق زيمبابوي، وإن هو يعيد ماتش عشان، وهو طبعا الراجل كل ده كان أونطة وكل ده كان ضحك على الدقون. طبعا يا كابتن زي ما لا حضرتك عارف. بس هو كان ساعتها بقى قيس حياته، كان في ازاي، لان احنا كنا لو كنا كسبنا زيمبابوي كنا هنقابل الكاميرون. يعني ان التصفيه اللي كان بعد كده ان انت اخر مباراه ليك كنت هتلعب بالكاميرون رايح جاي، ماتش الاولاني هناك والماتش التاني هنا. عشان كده ان هو قال لك لا نزيح مصر من الطريق واعمل موضوع الطوبه دوت، وعادوا الماتش هناك في فرنسا وساعتها تعادلنا 0-0. كان ايام الكابتن جوهر الله يرحمه. الله يرحمه يا كابتن. طبعا دي كان موقف طبعا اثر علينا، وكان يعني حرمنا طبعا حرمنا ان احنا ما نخشش الدورة اللي بعديها كاس عالم. كنا قريبين جدا فعلا في البطوله دي، وكان خلاص الماتش كويس جدا، لكن التمثيليه بتاعت الطوبه والمدرب زيمبابوي، لكن عدت على خير. طيب ان شاء الله حضرتك وانت خبير كرو ومتابع الاهلي والزمالك من قريب جدا، وكمان برضو بصفتك برضو الفترة اللي فاتت دي يا كابتن نجم من نجوم السوشيال ميديا، نصيحة حضرتك لمهاجمي الأهلي والزمالك في مباراة بكرة إن شاء الله. يعني النهارده لعيبة نادي الزمالك النهارده اللي هيفرق كتير قوي معاها اول ربع ساعه، هم لو امتصوا حماس الجماهير والضغط الجماهيري والهياج بتاع الجماهيري ده، وراحوا بفرصتين ثلاثه على نادي الترجي زي ما الترجي جه عمل هنا اول 30 ثانيه، الجمهور هيسكت، هيبدا يركز مع فرقته، مش هيبدا يعمل ضغط يقول لك بس احنا بنلعب فريق قوي. ويا حبذا بقى لو احنا كمان بدأنا بالتهديف، ده هيخلي الأمور تبقى سهلة جدا، وهيخلي العصبية والمساندة الجماهيرية دي هتقل جامد، وهتبص هم هيفقدوا الأمل لما أنت بتهدف أو بتجيب جون، فبالتالي بينطبع على فرقة وجماهير نادي الترنجي سواء في الملعب أو خارج الملعب. وهو ده لو احنا فكرنا فيه هتقتل المباراة من أولها يعني، تمام. وبتصعب الأمر على فريق الترجي. نفس الشيء في مباراة النادي الأهلي. تمام. طب حضرتك بترشح مين في ظل الاستعدادات بتاعت الفرقتين، بترشح مين هيكون نجوم المباراتين، الزمالك النهارده والأهلي بكره إن شاء الله؟ لا نجم المباراة اللعيبة كلها. تمام. أصل دي مباراة مش عايزة فيها كورة ومش عايزة فيها إن أنت تبين فنياتك.
انت لازم من اول دقيقه لاخر دقيقه تبقى راجل، هو ده اللي هيفرق كتير قوي النهارده في ماتش النهارده وماتش بكره. انت حققت الهدف في الماتش الاولاني، انت جبت جون خير وبركه، ما جبتش جون اهم حاجه ما تخشش في الجون. تمام، انا بتفق مع حضرتك طبعا يا كابتن ان معادن المصريين والرجوله بتبان فعلا في المواقف اللي زي كده. كابتن رضا انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا في ناس من بلدنا، على وعد تشرفني ان شاء الله في الاستوديو كده ونسعد بتعليقات إن حضرتك شاء ان الله شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا يا إن كابتن. شاء الله. تمنياتنا وتمنيات كابتن رضا عبد العال للزمالك والاهلي بالفوز والصعود للادوار الثانيه الكره المصريه في تقدم. بجد بجد ده اللي احنا نقدر نقوله في برنامجنا، احنا فاتحين ملفات مهمة جدا اهمها مستقبل صناعة الغذاء والدواء في مصر. هنخرج فاصل سريع وهنرجع عشان نستقبل اتنين من اهم رجال الصناعة عشان نتكلم في موضوع يهم كل تجار او كل رجال المبيعات في مصر، موضوع مهم جدا ما تروحوش في اي حتة، خليكم معانا فاصل وراجعين. ورجعنا من الفاصل ومكملين معاكم ناس من بلدنا، زي ما بقول لكم دايما ان احنا منبر ومستقبل صناعة الغذاء والدواء هنا في ناس من بلدنا. طيب، دولة بحجم مصر، دولة فيها اكتر من 7000 شركة شغالة في المجال، المبيعات في 2019 تخطت 22.2 مليار دولار. طيب التوقع في 2020 ان احنا نوصل ل 98 مليار حجم مبيعات سواء جملة او تجزئة. عايز اقول لكم في تقرير كمان لهيئة الاستثمار قالت ان الاقتصاد المصري والصادرات بتاعة المواد الغذائية تخطت 13%، وده اعتقد رقم ما يرضيش طموح العاملين في المجال ولا طموحي انا كمان شخصيا، علشان انا فاتح المستقبل ده او فاتح ملف مستقبل الصناعات الغذائيه في مصر. طب يا ترى علشان نوصل للمستوى اللي يرضينا ايه؟ انا مش هقدر اجاوب، كان لازم يكون معايا اتنين من الخبراء في المجال ده، الناس اللي جوه في المطبخ اللي يعرفوا الفنيات والمعوقات اللي معطلانا ان احنا بلينا براندات مصرية تغزو العالم اجمع. الاول رحبوا بضيوفي الكرام الاستاذ احمد المحمدي استشاري المبيعات ومؤسس نقابة العاملين بالمبيعات وكمان رئيس مجلس امناء مؤسسة وش الخير. اهلا بيك. اهلا بحضرتك محمد، منور في ناس من الله يبارك في حضرتك. كمان انضم الينا ضيفي الجميل الدكتور مجدي نوار، المحاضر في التسويق الدولي ورئيس مجلس اداره مجموعه الروضه. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. طيب، الارقام اللي احنا قلناها ديت يا استاذ احمد يعني مش مرضيه. اكيد انا كمواطن مصري بعيد عن ان انا في الاعلام او كده او مهتم بالمجال ده، 13% من الصادرات المصرية صناعات غذائية في وجود أكثر من 7000 شركة رقم ضئيل. حضرتك شايف الأول كده الرؤية إيه؟ أولا أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبزملائي العاملين بالمبيعات، العصب الرئيسي اللي هم ممكن يخلوا 13% ديت تعلى وتبقى 50% و60% بل ممكن تتخطى ال 200% كمان. تمام. احنا كرجال المبيعات وتسويق يهمنا في المقام الاول الرضا والاستقرار في اي مكان. الرضا والاستقرار اذا توفروا في اي شركه اهتمت برجل المبيعات، رجل المبيعات بيشتغل بطاقه تفوق الوصف. ممكن يقعد 24 ساعه في ال 24 ساعه في السوق، ممكن يتواصل مع العملاء خارج البلاد على مدار ال 24 ساعه دون ان يكل وان يمل. لكن في الاول وفي الاخر هو بيدور على الرضا النفسي قبل الرضا المادي، وده اللي كتير من المصانع افتقدت العنصر ده اللي تقدمه لرجل المبيعات، فبالتالي اصبح عدم الرضا النفسي يؤثر على المبيعات بتاعته. طيب انا هضطر اقطعك في النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا، و يعني ايه المانع ان اصحاب رؤوس الاموال
وأصحاب الشركات يتم تأهيلهم للتعامل مع العاملين عندهم أو الرجالة بتوعه. يعني أنا النهاردة راجل معايا مثلا 3-4 مليون جنيه نصحوني أفتح مصنع، لكن جبت ناس معلش أشخط في ده وانطر في ده، مفيش حد أشتغل. تمام. فهل شايف أنت ممكن يكون في آلية للتوعية للتدريب للتأهيل؟ خليني أقول لحضرتك على حاجة. إحنا من ما يقرب من 6 سنين عملنا حاجة على السوشيال ميديا اسمها نقابة العاملين بالمبيعات والتسويق، ودي كانت فكرة اللي احنا نجمع فيها الزملاء بحيث نسعى لإشهار نقابة، والحمد لله رب العالمين عملنا أول لجنة نقابية في الإسكندرية ومنتظرين باقي اللجان. كنا استخدمنا المجموعة ديت كمنبر اللي احنا نوجه سلوكيات زملائنا في المبيعات وسلوكيات الأول. بس أنا يعني قطع حضرتك كده دكتور مجدي، أنت يعني بصفتك أنت يعني أحد أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات، بتدلع مديرين البيع عندك، بتدلع الناس اللي بتبيع دي، ولا الفكر اللي هو شخط والنطر والسياسة واحد وواحد بيساوي اتنين؟ هو بص يا فندم، هو أنا بالنسبة لمجال البيزنس تقريبا أنا فيه من 99 الحمد لله رب العالمين. الجزء خاص بالإدارة المورد البشري تقريبا احنا فهمناه من بدايات العمل، وده اللي انعكس على مجموعة الروضة التجارية كمان، ان احنا تقريبا التيرن اوفر لا يتعدى 12%، وده تقريبا نسبة كويسة جدا. عندي ناس بقالها 9 سنين وبقالها 13 سنة بالرغم ان انا المفروض ان هي من الشركات اللي هي الفردية. ده اكيد بينعكس على شقين، شق الامان اللي كان بيتكلم فيه استاذ احمد وهو الامان الوظيفي، وبالمناسبة الامان الوظيفي ده مش على قد تأمينات فقط، الامان الوظيفي ده بتبقى ليها استراتيجيه بتبقى طويله المدى، ما بتبقاش. طب انا عايز حضرتك واضح ان الموضوع شادد الناس معانا. مين يا جماعه على التليفون؟ الو، الاستاذ ابراهيم الليسي مساء الخير. الو الو، طيب واضح ان الخط قطع، يعني حاولوا تجيبوه تاني يا جماعه. اتفضل يا دكتور. فده اللي بيخلي ليه استراتيجية بتبقى طويلة طويلة المدى. للأسف هو أي توعية بتبقى موجودة في مجال البيزنس لرجال البيع بيبقى في فقد للشركات في الإدارة، وممكن يكون الفقد ده من ناحية المادية أو من ناحية التأمينية لرجال البيع. لا أنا أشوف، أنا بحب أبسط الأمور كده، أنا بعشق قعدة المصادر. ده أهم حاجة. الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي لو في حد يفكر يعمل مشروع يتعامل ازاي مع الناس اللي بتبيع له؟ الناس اللي بتبيع له واحد اتنين تلاتة، هو لو فهم الأهمية نفسها للناس اللي بيبيع ليه، كل واحد هيدي للناس اللي بتدي له بالظبط. طيب كده هيبقى زي ابراهيم رجع علينا تاني. الو مساء الخير يا استاذ ابراهيم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. أهلا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ أهلا بيك، أنا برحب بحضرتك والأستاذ أحمد المحمدي والدكتور مجدي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيك. إحنا الحلقة النهاردة بنتكلم على رجال المبيعات اللي بنسميهم كده الجنود المجهولة، مع إن هما واحد واحد بيساوي اتنين، المفروض هما دول عصب الشركات، الناس دي اللي بتبيع. أنت إيه رأيك يا ريس؟ والله احنا دايما كنا جهود مجهوله، لكن احنا في اطار اللي احنا بننشئ النقابه عشان نبقى كل رجال البيع جنود معلومه. ايوه. ومن هنا بقول لك يا استاذ محمد، انا حابب اقول لحضرتك اننا كرجال مبيعات بنسعى لانشاء نقابه العاملين بالمبيعات والتسويق من اكثر من 15 سنه. وبفضل ربنا تم انشاء اول جمعيه عموميه لتاسيس النقابه من خلال انتخاب اول مجلس النقابه العاملين بالمبيعات والتسويق في الاسكندريه، وتم تقديم الاوراق للجهات الخاصه، وقريبا ان شاء الله كده سيتم الاعلان عن تاسيس النقابه باذن الله. يعني قريب كده ان شاء الله كده هنحتفل مع بعض باذن الله استاذ ابراهيم. ان شاء الله قريبا هنحتفل مع بعض. تمام. طيب حابب اقول لحضرتك استاذ محمد، اتفضل، ان الهدف من انشاء النقابه ان احنا مش مستنيين طبعا ان احنا النقابه يتم تاسيسها او اعتمادها من مديريه القوى العامله او الجهات المختصه. احنا بمجرد ما فكرنا ان احنا نعمل نقابه كان من ضمن اهدافنا ان احنا نوظف الاعضاء، وده تم فعلا من خلال تعيين 50,000 عضو. ومن اهدافنا ان احنا بندرب الافراد وبننمي قدراتهم وبناهلهم،
وده تم فعلا من خلال دورات من في شركات كوباء وشركه سيما ومؤسسه وش الخير القائم عليها الزميل العزيز الاستاذ احمد المحمدي. من اهدافنا برضو اللي احنا نفض المنازعات ما بين رجال المبيعات، وده تم من خلال حل 1200 مشكله للزملاء سواء داخل مصر او خارج مصر. من اهدافنا في النقابه ان احنا بنحافظ على رجال البيع في ظل تغير سلوك التعامل ما بين رجال المبيعات وما بين اصحاب الاعمال اللي حضرتك كنت دلوقتي بتتكلم عليها، وفي تغير طبعا في السلوك وفي طريقه معالجه المشكله. من اهداف النقابه اللي احنا بنرعى اسر رجال المبيعات المصابين والراحلين، وده بيتم حاليا. الموضوع ده مهم جدا والله استاذ ابراهيم فعلا. طبعا بيتم حاليا من خلال بجهود ذاتيه من ما بيننا كرجال مبيعات من خلال رعايه حوالي 60,000 حوالي 60 اسره بجهود ذاتيه بدون اي دعم خارجي. كمان بنحل مشاكل العاملين بالخارج، وحلينا 22 مشكله لزملاء في الدول العربيه في السعوديه والامارات وعمان، وبنسعى لاننا نعمل مظله للتامينات الاجتماعيه والصحيه وسيتم اعلانها قريبا. احنا بنقول ان احنا مع الدوله يا استاذ محمد، وداعمين للدوله وداعمين لسياسات الدوله في مواجهه الاخطار كمان اللي بتواجهنا من سد النهضه وامراض وحاجات كتير جدا. فمحتاجين برضو نظره من الدوله، ومحتاجين لقاء مع القياده السياسيه، ومحتاجين دعمك طبعا يا استاذ محمد. والله ده كلام محترم من شخصيه محترمه زيك يا استاذ ابراهيم، لكن احنا كنا بنتكلم وشاركني الراي، حتى انا قطعت كمان مع الاستاذ احمد المحمدي في جزئيه يا ترى في النقابه او في دور من ادوار النقابه تاهيل اصحاب رؤوس الاموال للتعامل مع مديرين البيع ورجال البيع. هي المشكله مش في اصحاب الاموال. المشكله اللي احنا بنواجهها دلوقتي فضل. هي في الناس اللي بترعى اموال رؤوس الاموال. يعني احنا دلوقتي في حاجه يعني عمليه شويه، بنقول ان اي حد، انا سامع حضرتك من شويه بتقول ان اي حد معاه 4-5 مليون عايز يستثمر. هو المشكله مش في الشخص اللي بيستثمر، المشكله في الشخص المدير. يعني اول ايد بالنسبه له هو ده اللي بيدي طاقه سلبيه للناس ويخلي الناس تنفر من الشركات عن طريق الضغط الزياده على اللازم، عن طريق ان هو ما بيدوش مستحقاته وما بيبقاش فيه مظله تامينيه. يعني مثال، احنا في شركه من الشركات بنحل مشكلتها، لقينا الشركه دي بعد ما كانت بتامن على تقسم تأمينات من العامل لمدة مثلا 5 سنين، اكتشفنا ان هي مش مأمنة عليه رغم ان هي بتقسم الحصة التأمينية من المواطن. فطبعا احنا المشاكل اللي هي الصغيرة دي هي طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعالجها، ومشاكل كتير جدا. احنا هدفنا ان احنا نكون مظلة للعاملين بالمبيعات، وفي نفس الوقت نقلل الضغط على الجهات الحكومية. واحنا معاك يا استاذ ابراهيم، ومعانا الاستاذ احمد المحمدي ودكتور مجدي، احنا فاتحين الملف ومش هنسكت الا لما تبقى صناعه الاغذيه، ده الغذاء، الحاجه اللي بتنزل جو يعني بتنزل الجفن، يعني لازم الصناعه دي كل المشاكل بتاعتها اللي بتعرقل التقدم بتاعها. احنا فاتحين الملف ده، وهكون معانا كل الضيوف بحيث ان احنا اتفضل. حابب اقول لحضرتك ان احنا طبقا لاخر احصاء من جهاز التعبئه العامه المركزي العام للتعبئه والاحصاء، احنا 7 مليون موظف. 7 مليون 7 مليون 200 في نقابات قائمه حاليا، يعني ما بتحتويش على 50% من العدد ده. طبعا احنا من حقنا اللي يكون لنا نقابه ندافع على الناس. عندنا زملاء بيموتوا من اعلى مستوى معيشه، بمجرد ما الفرد ده يموت ثاني يوم اسرته بتتحول ان هي يعني موضوع الظروف الاقتصاديه بتاعتها بتبقى سيئه جدا، والمستحقات محتاجين يبقى لينا مظله للكلام ده. بشكرك جدا استاذ ابراهيم الليسي، بشكرك جدا على مداخلتك الرائعه، وضحت لينا دور النقابه واهميتها بالنسبه لرجال المبيعات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا. طيب استاذ احمد، ماشي، انا قطعت عليك لان كان لازم اخد راي يعني صاحب شركه. صحيح. في جزئيه التعامل مع رجال البيع. طيب هرجع تاني لفكرة التأهيل، عندكم في النقابة يا ترى فكرتوا فيها ولا بتفكر ومركز على رجال البيع بس؟ أكيد طبعا، احنا من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا في مجال المبيعات هي ندرة رجال المبيعات حاليا. عدم القدرة على استقطاب رجال المبيعات جدد لعدة أسباب، ربما ضغوط أصحاب رؤوس الأموال. ومع ذلك أنا حابب أرد على حضرتك في جزئية اللي في عندنا شركات أصحابها تعامل رجل المبيعات على إنه شريك نجاح وليس رجل شغال عنده. دي من الشركات اللي احنا دايما بنسقط عليها الضوء كإدارة داخلها،
ومع الحمد لله رب العالمين تمكننا اللي في شركات تخطو نفس الخطه بتاعت الشركات دي. اما جزئيه ندره رجال المبعات احنا بنحاول من خلال اظهار النقاط الايجابيه لرجل المبعات، المكسب اللي ممكن يكسبه رجل المبعات لما يخش الشركه محترمه بيترقى وبيتدرب وبيعلى في المناصب بتاعته ودخله بيزيد، يقدر يسافر لاي مكان، يقدر ياخد كورسات ياخد دورات، بيتقوى في اللغه الانجليزيه، بيتقوى في لغات تانية لو بيتعامل مع دول اخرى. فبدانا نستقطب الشباب الجدد. كانت اكبر مشكله بتقابلنا اللي هي ظاهره التكاتك وظاهره اللي هو ممكن يشتغل بعربيه سائق خاص. تمام. قدرنا الحمد لله ربنا من عند طريق تحسين الدخل ان مندوب المبيعات اللي كان قبل كده 1000 جنيه بدا يكون 2000 و2500 و3000 استجابه من اصحاب الشركات اللي بيحبوا المهنه بتاعتنا. الحمد لله رب العالمين بدا نستقطب شباب جديده، بدانا نركز على العنصر النسائي اللي ربما الناس تظن ان المهنه بتاعتنا مهنه صعبه. انا لسه عايز اسال يعني مهنه ده احنا مخلينا عنوان الحلقه رجال المبيعات، في فتيات وسيدات معاكم؟ طبعا من انجح اللي امتهنوا المهنة. بمعنى البنوتة اللي بتشتغل او السيدة اللي بتشتغل هي بنت او ام او زوجة. وتقريبا في حد عايز يعلق على الموضوع ده. معانا مين على التليفون؟ الاستاذ اسامة رزق. مساء الخير يا استاذ اسامة. اهلا يا فندم، مساء الخير. منور ناس من بلدنا يا ريس. منور بحضرتك وبضيوفك الكرام. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بنتكلم على دور، انا كنت بقول رجال المبيعات لكن فاجئني الاستاذ احمد المحمدي دلوقتي وقال لي لا ده فيه كمان سيدات وفتيات وشاطرين جدا جدا في المهنه. تعليق حضرتك. والله الاول زي ما قلت لحضرتك في البدايه احب ارحب بكل ضيوفك وبالساده المستمعين. انا اسامه رزق المدير التجاري لشركه من شركات اللي عامله في مجال القطاع الغذائي. زي ما قال الاستاذ احمد المحمدي وباقي الضيوف، هي القطاع مش بس قاصر او مقتصر على العاملين من الاخوه والزملاء الرجال، لا بالعكس ده بدا يبقى فيه توسع كبير جدا في مشاركه المراه في مجال المبيعات والتسويق. والمفاجاه اللي احنا طبعا بنشوفها يوم بعد يوم ان ما شاء الله مردودهم في المهنه مردود بيضيف للمهنه كتير من الالتزام والجديه والنجاحات اللي ما شاء الله بيشهد ليهم فيها. فعلا قدموا نموذج محترم جدا للتفاني في العمل والانجاز المهام الموكله ليهم. على فكره بعد مداخلتك دي بعد مداخلتك دي يا استاذ اسامه، انا متاكد جدا ان في اصحاب شركات كتير جدا جدا هيتجهوا على طول للشق النسائي في البيع. انا متاكد بعد مداخلتك دي. والله وده فعلا بدا يحصل بالفعل، يعني النماذج المحترمه. الو. اي معاك، اتفضل اتفضل. بقول لحضرتك النماذج المحترمه والمشرفه اللي بدات تظهر في المجال شجعت شركات كتير ان هي يعني تبتدي توجه نظرتها تجاه زميلاتنا العاملات في المجال. واحنا كمجلس للنقابه بيسعى لتاسيس النقابه ضايفين العنصر النسائي في اللجنه التاسيسيه، وليهم دور وليهم حقوق وليهم امتيازات زيهم زي بقيه الزملاء بالظبط. طيب هنتكلم على الحقوق. يا ترى الحقوق القانونيه او الشق القانوني بالنسبه للرابطه وحقوق رجال المبيعات نفس الحقوق بتنطبق برضو على الفتيات او السيدات؟ والله الموضوع ده ينشق لجزئين، جزء ملزم بحكم قانون العمل بما له يعني بما لكل طرف من مميزات وواجبات، وجزء ثاني ملزم لسياسات الشركه الداخليه لكل شركه حسب سياستها الداخليه اللي هي طبعا بتبقى جزء لا يتجزا من قانون العمل المصري. هي الفكره كلها كحقوق ومميزات احنا كنقابه تحت التاسيس بنسعى كمجموعه ان هي تبتدي توازن ما بين حقوق العاملين وحقوق الشركات اللي المفروض العاملين يكونوا ملتزمين بيها. والدور ده الحمد لله يمكن الزملاء اللي موجودين في النقابه قاموا بجهود مميزه جدا ووفقوا اوضاع ناس كتير جدا وحلوا مشاكل كتير جدا. وفي طريقنا ان شاء الله قرب الحلم للخروج، وفي طريقنا ان شاء الله يبقى في نقابه يعني كامله ومكتمله في كل محافظات مصر بمجرد ان شاء الله من انتهاء الاجراءات الاوليه الرسميه باذن الله تعالى. طب دلوقتي للشباب الجميل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، ايه هي الحوافز القانونيه او التامينيه اللي انت ممكن تشجعه وتحفزه ان هو من بكره الصبح
بكره الصبح على طول يطلع ويقدم في شركات ويقول ان انا عاوز اشتغل في قسم المبيعات عندكم كمندوب بيع، او حتى لو في عندهم فروع او سلاسل يقف يشتغل فيها. طيب بص حضرتك، هي المبادره بتاعت النقابه، وعلى التوازي في طبعا مبادره وش الخير بمبادره الاستاذ احمد المحمدي والقائمين على المؤسسه. طيب. غرضها هو في الاساس تاهيل كوادر محترفه مدربه. أيوة. لدعم الاقتصاد المصري. لا يخفى على حضرتك طبعا ان ما فيش صناعه او خدمه ما فيهاش فريق او قطاع للمبيعات بيوصل خدمه او منتج الشركات دي للشريحه المستهدفه. الميزه في مجال المبيعات يا فندم اللي انا بيشرفني ان انا انتمي ليه ان هو ملوش حدود في الطموح. يعني النهارده مع كامل احترامي لبعض الوظائف يعني ملهاش سقف الشخص الطموح، الشخص اللي هو النهارده بيبدا يشتغل بايديه وبعدين يشتغل على ادواته وخبرته ويثقل خبرته دي بالعلم ويبتدي في يوم من الايام يبقى مدير قطاع ومدير محافظه ومدير اقليم، وفي بعض الاماكن ما شاء الله في بعض الزملاء بيبقوا مديرين لمجموعه دول. القطاع ده ميزته ان هو بيتميز عن بقيه القطاعات بالدخول الحمد لله ماديه محترمه، بيتميز يعني كل ما ارتقى من شركه لشركه بيتطور ادائه بيتطور تنوع خبراته. يعني النهارده ممكن يكون واحد شغال في مجال المبيعات في القطاع الغذائي ينتقل للقطاع العقاري ينتقل للقطاع المعادن. لا ده كلام اكتر من رائع والله يا استاذ اسامه بجد بجد. يعني لا كلامك كده بجد، لا ده الموضوع ده محتاج حلقه لوحده بجد والله. استاذ اسامه بجد انا بشكر حضرتك على مداخلتك معانا، بشكرك جدا. الاستاذ المحترم اسامه رزق المدير التجاري، شكرا لحضرتك. دكتور ده الموضوع كبير. موضوع كبير جدا. وهو استاذ اسامه كمان عمل زي اسقاط لطموحات رجل البيع. يعني رجل البيع ما بيبقاش مربوط بسن وما بيبقاش ليه سقف في السالري بتاعه او الراتب، على حسب المجهود المبذل وعلى حسب طاقات اساسا المندوب البيع ورغبته هو في النجاح بالظبط كده. وده مش متواجد في وظائف كتيره. يعني وظائف كتيره يقول لك لا لازم ان هو عشان تقادم او عشان ان هو ياخد بالنسبه لنا ترقيه لازم يعدي عدد من السنوات. عندنا في المجال ناس في العشرينات ومديرين قطاعات في شركات ومديرين تجاريين ممكن في العشرينات وده يعني يعني انا فده بالنسبه للمجال ده. لا المجال ده فعلا هو مجال طموح ومجال التنميه فيه والتدريب فيه بالنسبه لنا هيبقى كويس جدا. انت عارف الجملتين الاخيره اللي حضرتك قلتهم دول، خليكم معايا بس ثواني كده. الشباب الجميل اللي بيتفرج عليا دلوقتي، الشباب اللي في سنة وفي الجامعة، سمعتوا الكلمتين اللي قالهم دكتور مجدي دول؟ يعني الناس اللي شايفين قدام منهم سواد بيقولوا بكرة وبكرة ومفيش شغل ومفيش وظايف وعاوزين نهاجر عايزين نروح مش عارف فين ونروح فين. لو سمعتوا الكلام ده وترجمتوه، النهاردة في شباب في العشرينات بقوا مديرين قطاعات. يعرفين يعني ايه مدير قطاع؟ يعني بس انا مش عايز احسد الناس اللي موجودة بجد، لان انا قعدت مع مديرين بيع في الشركات اخدت مواعيد علشان اقدر اقابلهم، فما بالك بقى لما يكون مدير قطاع. فالنهارده الطموح والفكر عندنا لازم يتغير. دي رساله جميله جدا والله، دي احلى حاجه طلعت بيها في البرنامج لحد دلوقتي بجد. رساله لكل الشباب، شباب الجامعات، في شغل وتقدر توصل وتقدر تكبر وتبقى ليك اسم. الموضوع متوقف عليك رغبة وقرار، ولا يا استاذ احمد؟ اكيد طبعا. يمكن انا باخد اطراف الكلام من دكتور مجدي. الطموح لا حدود له. احنا لو حضرتك جبت لنا 20,000 او 100,000 شاب هندربهم ونوظفهم، هنكسبهم، هنخليهم يكسبوا جدا. هنخلي الشاب اول ما يشتغل ياخد المرتب بتاعه 3000 جنيه والعموله زيهم، وبل يبقى فيه امتيازات تانية اكتر. هنخليه لما على فكره بس لو انا يعني انا سعيد جدا، انا هعتبر دي كده مباراه. استاذ مجدي او دكتور مجدي طلعنا منه بحاجه حلوه جدا كلها امل للشباب يتفرج علينا دلوقتي. دلوقتي حضرتك بتقول لي لو في 100,000 شاب نقدر ندربهم. نعم. ونشغلهم بمرتبات مجزيه. بس علشان اكون انا سامع انتوا معايا، هسمح من حضرتك تاني، لو في شباب دلوقتي بيتفرج علينا وعاوز يشتغل ويخوض المجال ده يتواصل ازاي ومع مين؟ انا بعلنها من على منبر حضرتك وناس من بلدنا
مبادرة بالتعاون مع الأستاذ محمد إن شاء الله رب العالمين أي مجموعة شباب ممكن ل100,000 على استعداد لتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم بتأمينات وبمرتبات محترمة داخل شركات مشهود لها اللي هي بتحافظ على رجال المبيعات. وصدقوني أي شاب اشتغل على نفسه واجتهد وبقى حريص على إرضاء ربنا في المقام الأول وإرضاء مديرينه بالشغل بتاعه هينجح ومرتبه هيتضاعف أضعاف مضاعفة كمان يعني. طب يتواصل زي ما حضرتك أهم. يقدر يتواصل معايا من خلال الرقم بتاعي أو من خلال يكتب بس على مواقع التواصل الاجتماعي وش الخير بالعربي هيلاقي الصفحة بتاعتنا ينضم لها. طب احنا وش الخير دي ليها معانا موضوع كبير جدا ان شاء الله في حلقاتنا الجاية بإذن الله. ان شاء الله ربنا على كده. طيب دور النقابة بالنسبة للناس اللي اتفصلت من الشغل، الناس اللي حصلها إصابات تمام. احنا بنواجه مشكلة وألم فظيع جدا، ألا وهي اللي في بعض الشركات ما بتأمنش على رجال المبيعات لا تأمين طبي ولا تأمين اجتماعي، ولا قدر لو حصل حاجة لأي زميل فهو وفاة أو إصابة الشركة بتشيل إيديها. تمام. ودي بتبقى كارثة فظيعة جدا يعني. فعلا خاصة في الإصابات اللي سواء كانت الإصابات حوادث أو كانت إصابات عمل. طب لو كان في عقود وتأمينات وفي التزامات يعني ولا ده مش متوفر في كل الشركات؟ مش متوفر لأن في تقريبا نسبة 35% من قطاع الاستثمار شركات تعتبر شركات فردية. فما بتبقاش عندها المقدرة المالية أو مش المقدرة المالية، هو بتبقى نوع من أنواع التجاهل، هو التأمين الصحي أو كان التأمين على مخاطر العمل. ودي بتبقى شريحة برضو مش قليلة موجودة في المجال ده. وده رجل البيع للأسف لما بيحصل له زي ما أستاذ أحمد بيقول، لما بيحصل له أي عائق سواء كان بقى إصابة أو مشكلة ما يعني ما بيبقاش وراء أي كفر، بيبقى الوضع عنده بالنسبة له أهله وأولاده الوضع معهم بيبقى فعلا، إحنا بيتعرض علينا حالات بيبقى فعلا شيء يعني مسيء إن إحنا يتساب بالشكل دوت يعني. طب أستاذ أحمد في حالات أو في مشاكل واجهتكم الفترة فاتت في النقابة؟ أكيد طبعا. في حالات بتكون من ضمن حالات وفيات اللي الشركة في الآخر بتتنصل من مسؤوليتها تجاه الرجل البيع اللي توفاه الله وممكن يكون ميت في حادثة أثناء العمل بتاعه. في حالات تانية أن الواحد يكون مصاب والشركة بعد كده ترفع إيديها منه ما تدروش حتى مصاريف العلاج. بدأ يكون عندنا حالة تكافل عشان نقدر نواجه حاجة زي كده، لأن مش معقولة واحد اشتغل في مجال المبيعات وحب المهنة لمدة 20 سنة وده شغل ونجح في شركته وفي الآخر ولاده يمد إيديهم. بدأ كل نوجه الأصدقاء لأصدقائهم الراحلين يعني يتكفلوا بأسرهم، إنما فعلا في ناس محتاجة مئات الألاف عشان تقدر ترجع تمشي على رجليها تاني. مظبوط. والشركات للأسف بعض يعني الشركات. انتوا عندكم في النقابة واخدين الموضوع ده عندكم من ضمن الأولويات بتاعتك أساسي. أكيد حضرتك جانب التأمين الاجتماعي بعض الشركات بتهرب منه، البعض بتهرب منه عشان خاطر ما تكلفش نفسها وتدفع في صندوق الدولة، لكن بتخصم من رجل المبيعات التأمين، القيمة التأمينية اللي هي المحقة على رجل المبيعات، بتخصم منه ضريبة كسب العمل 18%، ومع ذلك ما بتوردهاش للدولة لأنها بعيدة عن النظم السياسية اللي الدولة حطاها في مراجعة الضرائب ومراجعة التأمينات. طب ليجي لما الواحد يصاب في حادث أو يجي يخرج معاش ما يلاقيش له لا رقم تأميني ولا يلاقي الضرائب المفروض تخش الدولة عشان تصرف على علاجه فيما بعد، ما يلاقيهاش. فدي كارثة، ولازم بنناشد كل الشركات لو سمحت أمنوا على رجال المبيعات اللي عندكم. عندنا عرف سائد اللي بعد 3 شهور بنأمن على رجل البيع حقك كشركة، لأن أنا ممكن أخش شركة وأكون دون المستوى فالشركة تقول لي شكرا. في خلال مدة الاختبار اللي 3 شهور. الـ3 شهور يعدوا مع أول يوم في الشهر الرابع أمن على رجل المبيعات اللي عندك، صدقني هتكسب ولاؤه. رجل المبيعات لما بيحس إن الشركة دي بيته بينجح فيها. طيب دكتور يعني للأسف الوقت بيداهمنا، لكن عاوز رسالة من حضرتك لأصحاب الشركات أو اللي احنا بنسميهم رجال الأعمال. ان النهاردة لما جيت اعمل شركة معيتش ابني وبنتي وجوز بنتي وجوز خالتي وكده وفي الاخر الشركة بتقع، نصيحتك لهم ايه؟ هو النصيحة ممكن تيجي من معيار اساسا الاهتمام بتاع رجل بيع، هل هو فعلا معيار بالنسبة للكيان هو معيار مهم ولا لا.
رجل البيع احنا لما بنيجي نعمل اي دراسات تسويقيه او خطط تسويقيه للشركات احنا بنبدا الدراسه من اول بقى دراسات السوق وبعد كده شرايح العملاء، بنشتغل على سيستم بيبقى كبير جدا ودراسه بتبقى عظيمه، وبعد كده بقى بنبدا نشتغل نشوف بقى الاصوات وبنبدا موضوع كبير من الدراسات لحد ما نجيب منتج نهائي للشركه ديت. اخر نقطه التقاء بنبقى موجودين ليها هو رجل البيع برضه. يعني احنا كده بدانا نواهي الاستثمار، بدانا برجل البيع بالظبط وننهي برجل البيع. فبالتالي حاليا دلوقتي بقى الاستثمار في العنصر البشري الخاص برجال البيع هو استثمار قائم للشركه نفسها. طبعا. وده فعلا اللي المفروض ان الشركات كلها تاخد بالها منها. معظم اللي كان الدراسات اللي كانت متواجده للشركات يجي يقول لك داون سايزنج بالنسبه للكوست، مع ان احنا لو رفعنا كفاءه رجل البيع يقدر ان هو سواء التدريبيه او كانت سواء كانت التامينيه بتاعته هيبدا رجل البيع يدي كفاءه بدل ما يدي معيار واحد يدي معيارين للعمل. هو ده اللي ناخده من حضرتك على طول واقول استاذ احمد الموضوع كبير، الموضوع مفتوح قدام مننا. مخرجنا بيقول لنا الوقت للاسف بيداهمنا، فبجد انا بشكركم جدا على تشرفكم معايا بجد. شكرا للدكتور حضرتك معايا بجد والله. الله يخليك استاذ احمد، انا سعيد جدا بوجودك معايا. سعيد باللقاء. الوقت كمان كان ضيق في الموضوعات الكبيره اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن ان شاء الله المجال مفتوح في الحلقات الجايه ان شاء الله رب العالمين. شكرا لحضرتك. شكرا الله يخليك. بكده انتهت حلقتنا النهارده، للاسف من ضمن الحلقات اللي انا ما كنتش عاوزها تخلص للفوائد الكبيره اللي فيها. بجد بشكركم جدا، اشوفكم الاسبوع اللي جاي وكمان مفاجآت وخدمات كتيرة لكل ناس بلدنا. أشوفكم الأسبوع الجاي.